مرحبا بكم إلى جولة جديدة مع أبرز الموضوعات التي تداولها رواد المواقع ولدينا اليوم. اعتداءات حوثية على المواطنين ونهب أراضيهم بقوة السلاح. أيضا وبنفس الأسلوب ميليشيا الحوثي تعتدي على طلاب جامعة إب. أما دوليا وعربيا أيضا نستعرض معكم أهم مستجدات كارثة إعصار دانيال في ليبيا، وأبدأ معكم من موقع إكس. أبدأ بأول تغريدة لإبراهيم الكبسي تحدث فيها عن ثورة قريبة تشتث جحافل الحوثي من صنعاء وكل المناطق التي تسيطر عليها وتمارس فيها شتى صنوف الانتهاكات. الثورة الحقيقية ستحدث عندما يصل الفرد اليمني إلى مرحلة وعي عالي، بحيث أنه يصبح على يقين أكيد واقتناع تام بأن الجالسين على كراسي الحكم غير مؤهلين لحكمه. عندها فقط سينجح في إسقاطهم وبناء دولة النظام والقانون. معركتنا لتحرير وطننا من منظومة الظلم والفساد هي معركة وعي في المقام الأول. عن التعذيب الذي يتعرض له طلاب المدارس من أجل ميليشيا الحوثي وفعالياتها التي لا تتوقف، هذا فضلا عن الجبايات التي تفرضها عليهم، يقول أحمد سيف حاشد. سلطة الجباية تحول المدارس إلى نقاد جباية. ادفعوا يا طلاب وطالبات حق الضيافة. تعرفوا من هم الضيوف؟ هم أولئك الذين يأتون إلى المدارس ليحاضروا الطلاب في مناسبات الجماعة، ويظل الطلاب والطالبات واقفين تحت حر شمس الصيف، وأحياناً لفترة أطول تمتد على حساب حصة أو حصتين دراسيتين. أما عن المغالطات الحوثية وحرف الحقائق فيما يخص إيرادات الدولة من قضاء النفط قبل العام 2014، يقول معمر الإرياني: تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران اختلاق الأكاذيب والمغالطات لحرف الحقائق وتضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، وتبرير استمرارها في نهب مئات المليارات من الريالات ورفض تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها. وآخر تلك المغالطات حديثها أن إيرادات الدولة من قطاع النفط قبل العام 2014 مثل 70% من الموازنة العامة. أبو زيد الكميم غرد عن خطوة جديدة فيما يخص التدريس، يقول: بلاغ عاجل لمجلس النواب للمرة الثالثة. بدأت اليوم جريمة سلق مدرسين في 3 أيام. ما درسه المعلم في 4 سنوات يتم سلقه في 3 أيام للمتطوعين. ففي المدن شغلوا جدول الطوارئ، وفي الريف أحضروا متطوعين وعملوا لهم دورة مسلوقة. فكيف ستكون نهاية التعليم الحكومي الكارثية؟ وما دور مجلس النواب؟ أنس القباضي غرد عن فرض ميليشيا الحوثي مخالفات مشددة على صالات الأفراح بحجة الإزعاج. يفرضون المخالفات المشددة على قاعات الأعراس بمبرر الإزعاج. ماذا نسمي قطع الشوارع وإقامة الاحتفالات وسط الأحياء السكنية واستخدام أكثر من مكبر صوت؟ تحدث إبراهيم عسقين عن الجائعين والكادحين في مناطق الحوثي ممن يفترشون الشوارع والأرصفة وكانوا أولى بصرفيات المولد النبوي الشريف. أهم شيء أن الحوثيين دهنوا الشوارع والبنايات باللون الأخضر بمناسبة ذكرى المولد الذي يحتفلون به سنويا، فيما لا أهمية لديهم لأولئك المواطنين الذين يتضور الكثير منهم جوعا بسبب زيادة البضالة أو انقطاع الرواتب، ولا أهمية حتى لأولئك الذين يفترشون الطرقات للنوم فيها. ووجه مجدي عقب هذه التغريدة لجماعة الحوثي منتقدا صمتها إزاء ما حدث للشعب الليبي الشقيق. لو حدث الزلزال أو الفيضان في إيران وليس في المغرب وليبيا، لأعلنوا الحداد الرسمي لمدة أسبوع وإقامة صلاة الغائب في كل مساجد اليمن وفتح باب التبرعات، لكن لأنها في دول عربية فالأمر لا يعنيهم
رغم أن ما حدث صنف ضمن أكبر الكوارث الإنسانية في التاريخ. الانتماء المذهبي أفقدنا إنسانيتنا. من الطبيعي أن يتواجد أطفال المدارس في حوش المدرسة، خاصة إذا كان لدى المدرسة زيارة خاصة من السلطة المحلية أو مكتب التربية والتعليم. يتجهز الطلاب بأفضل حلة لاستقبال الزوار، لكن ما الذي حدث في إحدى المدارس في ذمار؟ ما الفعل الذي جعل الطلاب يهربون من المدرسة؟ هؤلاء الطلاب زارهم مشرف حوثية وبدأ بالتنظير كالعادة، وما إن بدأ بالحديث إلا وغادر الطلاب ساحة المدرسة وظل يصرخ عليهم ليرجعوا، لكنهم همشوه ومضوا للخارج. يبدو أنه حتى الأطفال فهمت مخططات الميليشيا ويأسوا منها ومن خطاباتها الكاذبة. شاهدوا معي كمية الإحراج الذي أصيب بها هذا الحوثي. أما الآن فإلى كلمة بيان الاستنكار ويلقيها الأستاذ مصلح صالح فقعص. بسم الله الرحمن الرحيم، بيان استنكار. ظهر شاب يمني في فيديو انتشر كالهشيم على منصات التواصل وهو يصرخ ويستنجد بالناس إغاثته من قهر ونهب جماعة الحوثي ومسلحيها. يظهر في الفيديو أنهم هجموا عليه وأرادوا بالقوة إخراجه وأهله من المنزل وتدميره كما نشرت المواقع. شاهدوا ماذا يقول هذا الشاب. وهذا بث مباشر، هذه دولتك بحقي بحي بصيرة. وقلنا لهم إذا طلع زيادة 1 سنتي يسل البيت، والله لخرج من داخله، ما معهم حق داخله. يا عبد الملك الحوثي صفحنا بحق الله، دولة فاشلة، حكومة فاشلة، قانون فاشل. يا عبد الملك الحوثي صفحنا من الدولة هذه. يا عبد الحوثي هذه دولتك يا عبد الملك، هذه دولتك يا عبد الملك، وهذا بث مباشر. في إب تحول حفل تخرج لنزاع المسلح، ما السبب؟ هل حضر الطلاب الأسلحة أم تم اقتحام القاعة من قبل جماعات المسلحة؟ لا، تقول المواقع بأن خلاف بسيط حصل بين طالبين خريجين من المعهد الصحي. واحد من الطلاب استعان بأقاربه العائدين المسلحين من جبهات القتال الحوثية، اقتحموا القاعة وتسببوا بتخريب وإلقاء الحفل وبث الهلع والخوف بين الحاضرين والطلاب، وتعرض الطالب الثاني وأصدقائه للاعتداء والضرب من قبل المسلحين الحوثيين. شاهدوا معي. فاز الفيلم اليمني سطل بمسابقة الأفلام القصيرة حكاية أثر التي نظمتها هيئة التراث السعودية بالتعاون مع المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي. ووثق فيلم سطل رحلة حياة المسن السبعيني الحاج عبدالله الذي يعمل في البناء والترميم لمدينة صنعاء القديمة منذ أكثر من 60 عاما، والذي يحكي قصته مع المدينة الأثرية وكيف بدأ مهنته بالبناء والترميم. كما تحدث الفيلم عن مراحل حياته المختلفة التي قضاها مع أدواته البسيطة، وهي السطل والسلم والممحاة التي تستخدم في وضع الجص على الأبنية التي تتميز بها مباني صنعاء القديمة. وهذا جانب من فيلم سطل. زاد شوقي إلى سفح صنعاء أرض سام، وإلى كل لغرفها
عربيا، لا تزال مدينة درنا منكوبة حتى اللحظة. آلاف الضحايا بين قتيل ومفقود جراء الفيضانات. ووفقا لمسؤول ليبي، فإن 25% من مدينة درنا اختفى وخلى من سكانها. وفي هذا الفيديو سأريكم مدينة درنا قبل الإعصار وبعده. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تعرض شابين لسقوط مروع من ملعب جبلي في السعودية. يظهر في الفيديو مجموعة من الشباب وهم يلعبون في إحدى مباريات كرة القدم بملعب في منطقة جبلية بمحافظة الدائر بني مالك شرق جازان. وخلال إحدى الهجمات يندفع لاعب من خلف الكرة على حافة المنحدر. مواقع سعودية قالت بأن الشابين لم يتعرضا لأي أذى جراء السقوط ويتمتعان بصحة جيدة. وأختتم حلقة اليوم بهذه الأغنية الوطنية للفنانة ماريا قحطان بمناسبة أعياد الثورة اليمنية 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر. يلي بتحب البلد، هاي البلد بلدنا، احنا إخوين الأبد، ما في شيء بيفرقنا، إيد بإيد نلتقي يوم غد في حلقة جديدة على نفس الموعد. إلى اللقاء.